من الإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الدكتور منصف اليازغي، ناقد رياضي وباحث في السياسات الرياضية. مرحبا بك دكتور منصف معنا. إنجاز تاريخي، تأهل لبؤات الأطلس للثمن نهائي مونديال السيدات، كيف تقيم أداء الفريق إلى حد الآن؟ هو مسار تاريخي بطبيعة الحال بالنسبة لكرة القدم المغربية. كرة القدم المغربية ما فعلته بالأمس رفقة سيدات المغرب، كما لو أنهن يربطن المغرب كرويا وعلاقته بكأس العالم مع سنة 1986 عندما حقق منتخب مغربي الذكور أول تأهل الدور الثاني. والأكثر من ذلك أنه نساء المغرب بالأمس وصلنا الوصال مع ما جرى في قطر من إبداع مغربي كروي خالص، وبالتالي نحن نعيش هنا بالمغرب حوالي 10 أشهر لم نكد نستفق من فرحة قطر حتى وجدنا أنفسنا أمام فرحة أخرى بأستراليا. ما فعلت سيدات المغرب يؤكد شيء واحد، هو أنه عندما تعمل، عندما تجتهد فتكون النتيجة. ما حصل بالأمس لم يكن نتاج صدفة أو نتاج عوامل أخرى، لكن هو نتاج عمل كبير أنجز على مستوى كرة القدم النسوية. إذن هنيئا للمرأة المغربية، هنيئا للزوجة، للأخت، للإبنة، ولا عزاء أقولها صراحة من هذا المرمر، لا عزاء لمن تنمر على المرأة المغربية وهي تلعب في أستراليا وحاول إحباطها وهي تخسر في مباراتها الأولى أمام ألمانيا. ونحن نعرف جيدا أن هذه أول مشاركة للمغرب وهو يحتل الصف 72 عالميا، وكان يلعب أمام ألمانيا المحتل الصف الثاني والتي سبق لها الفوز بكأسين عالميتين وثمانية كؤوس أوروبية. إذن كانت هناك سقطة البداية، لكن كما يقال السقطة أو الرصاصة التي لا تقتلك فهي تقويك، وهو ما قدمه المنتخب المغربي في المباراة الثانية عندما أخذها كمباراة السد، وقال أنه هذه المباراة إن تعادلت فيها وخسرتها فهي تعني الإقصاء المبكر. أمسك ثقته بيديه، فعل ما فعل أمام كوريا وأتم المهمة بنجاح، وعلما أنه ما جعل التأهل رائعا هو تلك لحظات انتظار والثواني الأخيرة التي جعلت الكل من تابع تلك المباراة يقف وسط عاصفة جياشة وسط ترقب كبير، وكيف انفجر البعض بالبكاء، كيف انفجر البعض بالدعاء. المهم كانت قصة جميلة، نتمنى أن تستمر أكثر من دور الثمون. طيب ما مدى حظوظ المنتخب المغربي في الفوز على فرنسا؟ يعني هل ترى طريقة لعب المنتخب قادرة على تجاوز عقبة فرنسا؟ سأكون صريحا معك وأقول بأنه عندما شاهدت مباراة فرنسا والبرازيل في الجولة الثانية من مجموعتها وفازت ب2-1، قلت ما أصعب هذا المنتخب وسيكون من يلاقيه في مهمة صعبة. لكن عندما تابعت مباراة كولومبيا بالأمس وجدت نفسي أقول لماذا لا؟ المنتخب الذي هزم كولومبيا المحتلة الصف 25 وهزم كوريا الجنوبية المحتلة الصف 17 لماذا قد لا يفعل نفس الشيء أمام المحتل الخامس عالميا؟ فرنسا إلى حد الآن بدون لقب عالمي، هي فقط كانت تصل الأدوار نصف نهائي في الألعاب الأولمبية وفي كأس أوروبا وفي كأس العالم سنة 2011 خصوصا بألمانيا. إذن كل شيء متاح، لماذا لا نحلم الحلم لنؤدي عليه أي دولار أو أي درهم مغربي؟ سنحلم، سندعم هؤلاء الفتيات. نحن في المغرب كان سقفنا منذ توجهنا إلى أستراليا هو الدور الثاني، يعني هذا هو أعلى سقف كنا نضعه، الآن وصلنا إلى هذا السقف أي دور الثمن، لماذا لا نحلم كما كان الحلم في قطر؟ حلمنا بأن نصعد من مجموعة كبيرة بقطر ضمت بلجيكا وكرواتيا وكندا ونجحنا في الحلم، وقلنا لماذا لا نستمر، واستمرنا ووصلنا إلى نصف النهائي. لماذا لا نحلم مجددا؟ وحتى إن خسرنا أمام فرنسا فالأمر إلى حد ما سيكون منطقيا، ولن نلوم أي فرد من المنتخب لأنه أدوا ما فوق ما يتوجب أن قد يقدم هنا في أول خروج له مع الصعيد العالمي. يعني هزيمة وانتصاران هي حصيلة المنتخب المغربي التي أهلته إلى الدور 16. كيف ترى الروح المعنوية للمنتخب لمواصلته نحو البطولة؟ ليس هناك من روح أفضل مما حصل بالأمس. كل ذلك الحماس، كل ذلك العناد داخل الملعب، لم نلاحظ تشتيتا للكرات داخل المباراة رغم أننا كنا فائزين. لاحظنا كيف استمر مدرب بيدروس في الدفع بمهاجمة ونحن في الدقائق الأخيرة من المباراة،
كل ذلك أكد أمرين أساسيين، هو أن هناك ثبات وتوازن وقدرة على التركيز في المباراة بدون تشنج وبدون عصبية. والأمر الثاني هو أنه هذا الحماس لن يؤدي إلا إلى نتيجة طيبة. الآن عندما نتحدث عن المباريات المقبلة، يتوجب أن نشير بداية أن هذه كأس العالم شهدت خروج أكبر المنتخبات العالمية. عندما نقول البرازيل، عندما نقول إيطاليا، كل تلك المنتخبات هي لها باع طويل في الساحة العالمية وخرجت. المغرب على الصعيد الأفريقي تأهل رفقة نيجيريا وجنوب أفريقيا، وهو الوحيد الذي تأهل بست نقاط مقابل 5 و4 نقاط للمنتخبات الأخرى. أكثر من ذلك أنه يتأهل بست نقاط وليس ب4 نقاط أو بالنسبة العامة، بل هو تأهل بفوزين. صحيح أن البعض يقول أنه من طرائف كرة القدم أن ألمانيا سجلت في 3 مباريات 8 أهداف والمغرب سجل 2 وتأهل. هذا هو حكم كرة القدم، هذا هو حكم من يركز ومن يثق في مؤهلاته ويقول أنه الخسارة الأولى لا تعني الإقصاء. نحن سنواجه منتخب فرنسا، ندرك جيدا أنه يملك لاعبات بعضهن تلعب كساندرين التي لعبت 198 مباراة دولية، مقابل لاعبات هنا بالمغرب لم يفقن مباراتين دولية حوالي 30 مباراة دولية. ويملك هدافة لاسومير سجلت 60 هدفا مع المنتخب الفرنسي. إذن هي فوارق، لكن عندما يكون الإبداع، عندما يكون تكون الرغبة، وعندما يكون من ورائك شعب متتبع لكرة القدم شغوف بكرة القدم ويطمح أن يصل الوصال مجددا مع ما حدث في قطر، فأعتقد أنه المستحيل لن يكون مغربيا، خصوصا أن الدرس الذي استفدناه بالأمس هو أنه على المرأة المغربية والعربية المسلمة أن تثق في إمكانياتها وفي مؤهلاتها، فلن يوقف أحد. أوكي، يعني آخر سؤال دكتور، شهدنا لاعبات كرة قدم، شهدنا حكمات كرة قدم عربيات، شهدنا مدربات، ولكن كم من الوقت سننتظر طويلا لكي تتسع الساحة لمعلقات يعلقنا على أحداث كروية؟ جميل جميل، أشكرك هذا السؤال. وفعلا مثلا حتى أتحدث على الصعيد المغربي، في المغرب هناك مدربات، هناك حكمات، هناك الكربوبي التي توجد في مونديال السيدات بأستراليا موجودة مغربية، وأيضا حكمتين في غرفة الفار، هذا هؤلاء مغربيات. لدينا أيضا مدربات مغربيات استطعنا أن تذهب أن يدربنا فرق إفريقية، كما هو يحصل مع لاعبة سابقة بالمنتخب المغربي تدرب فريق مازيمبي الكونغولي. يبقى بأنه المعلقات، صحيح هناك صحفيات محاورات جيدات، صحفيات يعدن تقارير وربورتاجات وتحقيقات من الطراز العالي بأصواتهن، بطريقة إبداعهن في الكتابة الصحفية المهنية، لكن يبقى أنه لغاية الآن للأسف الرجال يهيمن على التعليق المباشر على المباريات. نتمنى أن نسمع صوتا نسائيا، سنكون سعداء بذلك، وأتمنى أن تكون كأس العالم للسيدات ذات يوم بتعليق نسائي حتى تكتمل الصورة الجميلة للمرأة بشكل عام التي كرمها الله وكرمنا أيضا بكل ما قدمته لنا فيها على هذه الأرض. لما لا، نحن كذلك نتمنى ذلك. شكرا لك الدكتور منصف اليازغي.